السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في قناة المتوحد فكرة وفكرة جديدة وهي أوضة المتوحد، هنبدأها مع بعض. وانا بصراحة بدأت معاكم من الصفر، انا كنت صورت فيديو كده في البداية وانا بعمل الأوضة في البداية كده، اخترت تكييف ايه والحاجات دي. طبعا التكييف ركب النهاردة الحمد لله، وطبعا الأوضة دي متصورة قبل كده، وخد بالك انا لسه بظبط الأوضة علشان تطلع افضل من كده، وهتشوفوا ده كله قدام عينيكوا دلوقتي. ولكن انا بدأت معاك باول حاجة وهي التهوية، لان التهوية اهم حاجة. طبعا حضرتك ممكن تبدأ بمروحة عادية يكون ملهاش صوت. ايوة تقدر تبدأ بمروحة. انا بادئ بعد فترة من الزمن، اول فيديو ليا لو حضرتك جيت شفته في القناة ما كانش بالكواليتي ده. انا بدأت ده بعد مرحلة طويلة جدا من الاستمرارية في انشاء المحتوى. ما تجيش تقول انا عايز اعمل زي المتوحد، لا حضرتك ابدأ زي المتوحد، ابدأ زي انا بدأ من الصفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير سألوني انت عارف ازاي طريقة 4000 ساعة مشاهدة وعارف طريقة 1000 مشترك ومش محقق الارباح؟ طيب انا هجاوب عليك السؤال ده. ناس كتير برضو مصرة تاخد فكرة ان كل الاشخاص هدفها واحد او تفكيرها واحد، مفيش حد تفكيره زي التاني. يعني انا بفكر التفاعل هيجيب لي ارباح، بس الارباح مش هتجيب لي تفاعل، فاهمني؟ يعني انا لما اجيب ناس كتير تفاعل ناس كتير في القناه عندي هيبقى اريح لي واحسن لي، وبعد كده مش هتعب قدام لما احقق ارباح. لكن لما اجيب ارباح هتعب جدا عما احقق التفاعل، ناس تدخل على القناه تشوفني مش هتبقى نفس الموضوع. يعني انت حققت ارباح ازاي؟ طب ما ناس كتير بتروح تشتري قنوات. طب انا ممكن اروح اشتري قناه، اروح اشتغل، انا هشتغل من دلوقتي، اروح اجيب قناه مش شغاله وفي ارباح واشتغل، لا مراجعه ولا نيله. ليه؟ كل واحد له هدف بيحققه او فكره غير التاني، مش كل الاشخاص تفكيرهم واحد. بالتوفيق للجميع. كل الكلام ده جه بعد فتره من التعب والشغل. وبعدين خد بال حضرتك انا باخد من اليوتيوب، حضرتك ما بتاخدش. ولو عايز تستثمر استثمر في معدات، لكن الكلام اللي هعمله في البدايه زي تظبيط الاوضه، زي مثلا ان انا احط مكيف، زي الحاجات دي كلها حاجات حضرتك ممكن تستغنى عنها بسهوله جدا بدون اي قلق. ولكن هي لابد منها في اوضه المتوحد بسبب اعتمادي الرئيسي على التكييف بره، وانا كمان جسمي ما بيستحملش الحراره، علشان كده انا بدات اركب تكييف. هسيب حضراتكم مع الفيديو اللي انا سجلته في البدايه تتفرجوا عليه، وفي اخر الفيديو ان شاء الله هصور لك الاوضه بعد لما ركب التكييف، وبعد كده هنتكلم ان شاء الله هو ازاي نضيف اللون اللي نختاره بالظبط للاوضه، لان اللون هنختاره هيكون لون بيتحبه الكاميرا. ايوه اللون بتحبه الكاميرا. انا بصراحه من وجهه نظر الشخصيه اللون اللي بتحبه الكاميرا هو اللون الابيض. لو عند حضرتك اي لون تاني ممكن تقول لي علشان ابدا اعمل لون حيطه ابيض، واللون التاني لو في اي اقتراح من حضراتكم. طبعا بالتوفيق للجميع، معاكم اخوكم متوحد فكره. كملوا الفيديو للنهايه علشان تعرفوا احنا عملنا ايه، ودي تعتبر الحلقه الاولى او الثانيه في استوديو المتوحد او اوضه المتوحد. خلينا نتكلم ان هي اوضه، لان لسه هعمل فيها حاجات هتخليها استوديو. هي اوضه صغيره بس هنعمل مع بعض حاجات تخلينا مستمتعين. بالتوفيق للجميع، معاكم اخوكم يوسف الباز، اتمنى محدش يزعل مني. نتقابل ان شاء الله الحلقه اللي جايه، ولكن خليكم مع الفيديو لان الفيديو انا قايل فيه كلام مهم جدا لو حضرتك عايز تعمل تكييف في اوضتك. شكرا للجميع. طبعا اهم حاجه وانت بادئ تاسس مكان ليك هو التهويه. يعني ايه التهويه؟ الهواء. هيجي لك هواء ازاي علشان ما تعرقش زي العرق ده، ولا يبقى مجهود على الفاضي وانت مثلا بث مباشر او بتعمل فيديو فيبان العرق ده عليك فيبقى الوضع مش حلو معاك. فاهم حاجه في الموضوع ده هو اختيار المكيف. ايوه المكيف. في مكيفات كتير جدا ليها صوت، يعني احنا مثلا الاوضه دي اللي انا بدات اعملها اهو، الاوضه دي يعني سامع صدى صوت، ده صدى صوت احنا هنعالجه قدام ان شاء الله، يعني ده هنعالجه قدام. لكن في حاجه انا كان لازم اعملها وهي ان انا اركب التكييف. قبل ما اعمل اي حاجه التكييف كان لازم يركب، قبل ما اعمل الحيطه، قبل ما اعمل اي حاجه. ليه؟ هقول لك ليه. رفع الصوت. طبعا دي الاوضه اللي انا هبدا اشتغل عليها، هي دي كده اهو اهي. طبعا الاوضه هوريها لكم كلها بعيوبها بمشاكلها، اهي 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 اهي. دي اوضتي اللي انا هبدا اشتغل عليها ان شاء الله، ماشي. طبعا الاوضه دي وانا هبدا اركب المكيف هنا
اوكي. والمكيف انا جبت خلاص جبت المكيف، انا جبت مكيف فريش اهو، فريش الجديد. بص مكيف فريش الجديد سمارت، اوكي اهو مكيف فريش الجديد. انا جاي وانا اختار المكيف قلت اهم حاجه ما يكونش فيه صوت، قلت له انا عايز مكيف اخرس، اخرس صوت، ما يظهرش صوت خالص، بحيث ان انا وانا بسجل او انا بعمل اي حاجه ما يظهرش صوت في المايك، او انا على البث ما بقاش ما يظهرش الصوت في المايك. الصوت اللي بيحصل لك في السعوديه، فاكرين السعوديه؟ طبعا انا الى حد الان دي اول خطوه في الاستوديو اللي انا عاوز ابنيه او عايز اسسه. خد بالك هو الاستوديو مش هيكون واو، مش خرافي، فهمني؟ اصل انا بحب اعمل حاجه، بحب اطلع تدريجي، ايوه تدريجي، ما بحبش اطلع اروح جايب 230 اروح اصرف بغباء. لا انا بعمل الصح وامشي بالراحه بالراحه، مش محتاج ان حضرتك علشان تبدا حالا تشتغل حالا تعمل كل حاجه حالا. هو الدنيا محتاجه صبر، سيكا هوا، يعني خليك بالراحه، سيكا سيكا، امشي الدنيا بالراحه. يعني اول حاجه واول خطوه كانت المكيف، تاني خطوه ان شاء الله الحيطه اظبطها واعملها، تالت حاجه المكتب والكرسي والارضيه، وابدا احط المعدات وحب الاضاءات، وده كله هتعرفه في استوديو المتوحد. احنا ان شاء الله ناويين نعمل كل حاجه بروفيشنال بالراحه وبهدوء علشان انت تفهم، لان في فرق بين انت بتسجل هنا. بص انا بسجل هنا من غير اي حاجه، هو نفس الكاميرا، يعني هي نفس الكاميرا، بص هنا الصوت ذات نفسه في فرق، الاضاءه في فرق. لازم تعرف ان مش كل الاضاءه يتصور فيها، مش اضاءه تتصور فيها خالص اطلاقا مهما عملت فيها تصور فيها، دي مش اضاءه تصوير، لان كل حاجه من دي اسمها اضاءه حراريه، او بيديك حاجه حراريه على وشك يبدا يكتمك يظهرك. طبعا ده كله هتفهمه ان شاء الله قدام واحنا بنوضح لكم بالتفصيل. اخوكم يوسف الباز معاكم، انا حابب ان انا اوضح لكم كل حاجه بالتفصيل تمشوا معايا، مع اني مش قادر امشي اصلا، بس انا هشرح لك يعني ان شاء الله. ادعوا لي ان شاء الله الدنيا تمشي على خير. انا معاكم اخوكم يوسف الباز، الى اللقاء.